إشراف الجميع سوف يكون التأطير لبلوغ هذه الأهداف التي نرتقب بلوغ مساحة قطر. بخير إن شاء الله. اليوم كاين تأطير وكاين تجنيد لوجستي وبشري من اجل انجاح هذه العمليه وطنيا، خاصه ان السلطات العليا البلاد يعني كانت حطت في صميم اهتماماتها هذا الشعب الحيويه وهي شعبه الحبوب التي سوف يتم بلوغ الاكتفاء الذاتي بحول الله في غضون سنه 2026 من مادتي القمح الصلب والقمح وايضا الشعير. اليوم في ولايه المسيله والتي سطرت بها أهداف لبلوغ مساحة 64 ألف هكتار من مختلف أصناف الحبوب، يعني تعامل الحبوب والبقول الجافة حسب التعليمات يعني المزدات، تم يعني تجنيد كل الوسائل وتم تسخير المخازن لاقتناء كل ما هو بذور وأيضا مدخلات فلاحية لازمة من الأسمدة. أيضا سوف يكون تجنيد ميداني ويكون للتأطير الاستمرارية في تحسيس وتوعية الفلاحين بضرورة الانخراط في هذا المسعى وضرورة بلوغ الأهداف المسطرة. تعمل تعاون الحبوب وتقول بقول الجافة هذا السنة في رفع تحدي برفع الهكتارات بالنسبة للبذور البقول الجافة، كذلك كتجربة أولى لبعض الفلاحين، لهذا قمنا بتوفير البذور البقول الجافة من عدس وحمص على مستوى التعاونية، وكذلك توفير الأسمدة والمبيدات التي تحتاجها هذه الشعبة من الزراعات كذلك على مستوى ولاية المسيلة.